السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين، نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات نافذة المؤشر التي نتناول فيها اليوم مسألة البورصة والوقفات قبل الدخول في البورصة. الاستثمار في البورصة قد يشبه القفز في مباشرة في بحر عميق، فبدون اكتساب المهارات الصحيحة للسباحة والتعامل مع الأمواج قد تتعرض للغرق، وكذلك البورصة بدون الحصول على فكرة شاملة حول المفاهيم والقواعد الأساسية الضرورية لاتخاذ القرارات الصحيحة قد تتعرض للخسارة. الولوج إلى البورصة مثل باقي مجالات الاقتصاد تماما له إيجابيات، ولكن في المقابل هناك الكثير من المخاطر والصعوبات التي قد تواجهها عندما تراهن بأموالك على منتج أو آخر. لذا من المهم أن يحصل المستثمر المستجد على النصح والإرشاد ليفهم عالم الاستثمار ويتجنب مجموعة من الأخطاء الشائعة. وفي هذا الشأن يحضر معنا الدكتور سليمان موصلي. الدكتور سليمان حاصل على دكتوراه فلسفة في التمويل والمحاسبة من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، وأيضا ماجستير علوم في التمويل والاقتصاد وآخر في الأسواق المالية، وهو عميد كلية إدارة الأعمال وأستاذ مساعد في الجامعة العربية الدولية، وهو مقيم أبحاث في عديد من المجلات العلمية منها Applied Financial Economics, Economic Research, Journal of Knowledge Economy, Corporate Governance, The International Journal of Business and Society، وله العديد من الأبحاث المنشورة. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم أعزائي. شكرا شكرا، ونرحب بك معنا اليوم في نافذة المؤشر ونشكرك على حضورك. أهلا وسهلا بكم، شكرا شكرا لدعوتكم، وإن شاء الله نكون قد الإجابة على أسئلتكم. شكرا شكرا لك دكتور. نبدأ في البداية، لو تعطينا فكرة عامة عن البورصة، أهميتها ووظائفها وآلياتها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بالحقيقة البورصة يعني مثل ما تفضلت هو مكان أو سلاح ذو حدين. هو من ناحية خلينا نقول مكان اجتماع المدخرين والمستثمرين من طرف، ومدخرين من طرف والمستثمرين من طرف آخر. هو المكان الذي تلتقي فيه الأموال أصحاب الفائض برغبات وحاجات أصحاب العجز أو جهات العجز التي تحتاج إلى التمويل. من لديه فائض مالي يرغب في استثماره يجد في البورصة المكان وحاجته وبغيته في توظيف أمواله في مجالات استثمارية تتلائم مع حاجاته الاستثمارية ورغباته في تحمل المخاطرة والأجال التي يرغب أن يستثمر من أجلها. بالمقابل نجد أن هناك جهات ترغب في الاستفادة من هذه الأموال، استخدامها لفترات زمنية متفاوتة، وتقبل على استخدام هذه الأموال وتوظيفها لمصلحة الاقتصاد ولمصالح المستثمرين الذين تمثلهم. فتجد الأفراد أحيانا يريدون أن يستثمروا، البنوك، الشركات، صناديق التقاعد، صناديق الاستثمار، وفي المقابل هناك جهات أخرى لديها حاجات مثل الشركات المساهمة، الحكومات أحيانا إذا تكلمنا عن سندات الخزينة وغيرها، مختلف الجهات التي تحتاج إلى الأموال لتمويل استثمارات طويلة أو متوسطة الأجل. فهنا تلتقي الجهات المدخرين من جنب والمستثمرين من جنب آخر الذين يحتاجون إلى هذه الأموال لتوظيفها، وبالتالي تتحقق الفائدة في إيجاد مكان واحد يلتقوا فيه. لا ينبغي بالضرورة أن يكون هذا المكان حيز جغرافي محدد، فالتقدم التكنولوجي أتاح التعامل عن طريق الإنترنت، والأوفر ذا كاونتر أتاح الاستثمار الافتراضي، وبالتالي يستطيع المستثمر أن يصل، المدخر أن يصل إلى الجهة الثانية، جهة العجز، لكي تستثمر هذا الأموال دون الحاجة إلى وجود مكان أو حيز جغرافي محدد. وبالحقيقة البورصة بالإضافة إلى جمعها هذه الأطراف لها مزايا كثيرة، فهي تؤمن السيولة للمستثمرين. من يرغب في تحويل أمواله إلى أصول سائلة يجد فيها فرصة. لو نفترض أن المستثمر لا يجد
أو لن تكون هذه الأوراق المالية قابلة للتحويل إلى أصول سائلة بسرعة، فلن يقبل على الاستثمار في هذه الأدوات المالية. إذا تؤمن حاجات الأطراف المختلفة، تؤمن السيولة للأطراف المختلفة، توفر مصدر للمعلومات أيضا. يجب أن لا ننسى أن البورصة بآليات عملها وشروط الإدراج وشروط الإفصاح تضمن حصول الأطراف المختلفة، سواء كانوا مستثمرين من جنب أو من جنب ثاني أصحاب الشركات، يعني تضمن أن يتوفر للمستثمر كافة المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار الاستثماري. وهنا يأتي دور أيضا الشركات الاستثمارية والسمسرة والوساطة التي تقوم باستخدام هذه المعلومات، وكذلك المحللين الماليين الذين يقوم بتوظيف هذه المعلومات لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بالاستثمار طبعا بناء على رغباتهم وحاجاتهم المختلفة. هذه بعض، خلينا نقول، الوظائف التي تقدمها البورصة للمستثمرين أصحاب الأموال المدخرين والأطراف المختلفة للاقتصاد. طيب، ولو نتحدث عن آليات، يعني قلنا أنها مكان لاجتماع المدخرين والمستثمرين وفرصة للشركات للحصول على التمويل وغيره، ما هي آلية حدوث ذلك؟ يعني كيف يمكن للناس أن تتعامل، أو للشركات سواء المستثمرين أو الشركات، التعامل مع البورصة وتحقيق هذه الأهداف يعني؟ بالحقيقة نحن بدنا نميز بين طرق مختلفة لنشوء الشركات في بلداننا العربية. الشكل الذي يناسب الاقتصاديات المتقدمة وهو أن تأتي شركة بفكرة جديدة، ثم يتم تمويلها من قبل مستثمرين أفراد أو أصحاب أموال قلة، ثم يرغبون في طرح هذه الشركة للاكتتاب العام. وهذا الشكل يسمى الإدراج الأولي. فتأتي الشركة للإدراج الأولي، فيستطيع أصحاب الأموال هذه أن يقوموا باسترداد استثماراتهم وإضافة مستثمرين خارجيين إلى الشركة. هذا الشكل الأساسي، وهو الشكل الذي حصلت عليه شركة جوجل على أموالها، وفيسبوك وغيرها من الشركات. حتى شركة أرامكو تأسست وعملت، وبعد فترة زمنية طويلة من العمل دخلت إلى السوق وقامت ببيع حصص للحكومة، ودخل الأفراد المستثمرون كمشاركون في هذه الشركة. الشكل الآخر أن يأتي المستثمر الذي يرغب في إقامة شركة من الصفر بالدخول إلى السوق وعرض استثماراته، عرض فكرته بدراسات جدوى اقتصادية، ويقبل المستثمرون على وضع الأموال معه، ثم تبدأ الشركات بالعمل. وهذا ما حصل في كثير من الشركات، لا سيما البنوك في سوق دمشق الأوراق المالية على سبيل المثال. فإذا لدينا شكلين للدخول. في الشكل الأول يتميز هذا الشكل أنه يستطيع المستثمر أن يكون لديه فكرة عن واقع أرباح الشركة قبل أن يدخل إلى الاستثمار فيها. فهو يعلم أرباح شركة أرامكو مثلا خلال الفترات الماضية، وتوقعات المستثمرين للأداء، وغيرها من التفاصيل التي تساعد على اتخاذ القرار بالشكل الصحيح. أما إذا أخذنا الشكل التقليدي الذي يسود أغلب البورصات العربية، وهو أن يأتي راغب الاستثمار، راغب تأسيس الشركة بطلبه إلى البورصة، ثم يطلب الأموال ومن ثم يقوم بتأسيس الشركة، فهذا موضوع خطر نسبيا، لأنه يترتب عليه ربما التغرير بالمستثمر، لأنه يتوقع أن يحصل على أداء معين لكن لا يتحقق هذا الأداء لأسباب كثيرة قد تكون أمام هذا المستثمر في السوق الفعلية. فبالتالي الأشكال مختلفة للدخول، لكن الإدراج الأولي هو الأساس، وهو خلينا نقول الداعم للاقتصاد الذي يساعد على تأسيس الشركات الجديدة ونموها في الاقتصاد. نعم. طيب دكتور، لو نتحدث عن البلدان العربية، هل البورصات في البلدان العربية هي مؤشر جيد على الوضع الاقتصادي أو البيئة الاقتصادية، أم أنها يعني قد تضللك مثلاً، أو قد لا تعكس الواقع يعني؟ بالحقيقة السوق المالي في الشكل خلينا نقول الإدراج الأولي هو السوق المفيد للاقتصاد. نحن لا نقلل من أهمية أسواق التداول اللاحقة لتأسيس الشركات، لكن السوق الذي يؤدي نمو الاقتصاد وتأسيس شركات جديدة هو السوق الأولي. ثم يأتي سوق التداول. سوق التداول، السوق الثانوي الذي يتم فيه تداول شركات مدرجة سلفا في هذا السوق، ليس بالضرورة أن تعكس حالة الاقتصاد، إنما تعكس حالة المتعاملين في السوق، تعكس حالات خارجية ربما على حالة الاقتصاد، تعكس مشاكل سياسية، أزمات مالية، لكنها ليست بالضرورة أن تعكس واقع عمل الشركة بالذات. لا سيما أنه نحن بنعرف أن المضاربين هم مستثمرين يدخلون إلى السوق للاستثمار لفترات قصيرة ليحصدوا أرباح ثم يخرجوا من السوق. وبالتالي الدخول والخروج السريع
ربما في ظروف عدم الاستقرار لا يحجم هؤلاء المضاربون عن دخول السوق، وبالتالي ليس بالضرورة أن تعكس حالتهم. هذا من جنب. الجانب الآخر أن كثير من الشركات التي موجودة حاليا في ومدرجة في أسواق المالية ليست هي العاكسة لحالة الاقتصاد. أشرنا إلى شركة أرامكو، شركة أرامكو شركة بترول، الاقتصاد السعودي يقوم على البترول، وبالتالي فهنا في هذا الجانب وسابق موجودة أيضا، فبالتالي شركات التعدين موجودة، وبالتالي فالشركات المدرجة تعكس حالة الاقتصاد السعودي. لكن في أسواق مالية أخرى مثل سوق أبو ظبي لا توجد شركات نفط مدرجة في السوق، لكن توجد إعمار وتوجد غيرها. لكن ما الذي يعكس حالة الاقتصاد حقيقة؟ الذي يعكسه هو شركات البترول، لأنه هي الشركات التي يعتمد عليها الاقتصاد بشكل رئيسي. في سوق دمشق الأوراق المالية على سبيل المثال لدينا شركات، عندنا 11 بنك مدرج وخمس شركات تأمين، ولا يوجد لدينا غير شركة واحدة زراعية مدرجة، مع أن الاقتصاد السوري يقوم على الزراعة. وبالتالي ليس بالضرورة أن يعكس المؤشر أو الشركات الذي يضم الشركات المدرجة في السوق حالة الاقتصاد ولا حالة السوق بحقيقة، لأن الاقتصاد كما قلت له طبيعة معينة، ليس بالضرورة أن تكون الشركات المدرجة فيه هي شركات تعكس حد طبيعة هذا الاقتصاد بالأمثلة التي أوردناها لكم. وهل هذا الشيء تختص به الدول العربية أو الدول النامية، يعني الاقتصادات النامية، أم أنه يعني مثلا هل في الاقتصادات المتقدمة تكون البورصة انعكاس حقيقي للوضع الاقتصادي، أم أنه يعني أيضا يعني فيها نفس الخاصية اللي موجودة عندنا يعني في الدول العربية؟ هل نستطيع أن نعرف يعني إجابة على هذا السؤال إذا رجعنا لمكون مؤشر داو جونز 30 اللي كان سنة 1910 مثلا؟ كان تسود عليه شركات السكك الحديدية وشركات التعدين والصلب وغيرها. لكن الآن انظر إلى مؤشر داو جونز 30 صناعي، تلاقي أنه يسود عليه شركات السيليكون فالي اللي هم المايكروسوفت والأبل وغيرها. فبالتالي إلى حد كبير تعكس هذه الشركات، هذه المؤشرات حالة هذه الاقتصاديات، وبالتالي إلى نوعا ما هي تعكس هذا الاقتصاد. صار اقتصاد تكنولوجي، اقتصاد متقدم، بعد ما كانت السكك الحديدية هي الأساس. طبعا الثورة الصناعية الأولى، بعد الثورة الصناعية الأولى كان مسيطر هو الإنتاج الآلي البخارية وغيرها، فكانت السكك الحديدية يعني تسود في هذا القطاع، وبالتالي إلى حد كبير تعكس هذا. في مؤشر الفوتسي على سبيل المثال، شركة البنوك هي التي تسيطر على القطاع، وفعلا الاقتصاد البريطاني يسيطر عليه قطاع البنوك. توجد شركة بترول واحدة موجودة أيضا ولها وزن كبير بمؤشر الفوتسي، لكن تعكس كمان حالة هذا الاقتصاد. أما القطاعات الزراعية، خلينا نقول في سوريا مثلا، لا يوجد غير شركة واحدة، ومن الصعوبة مكان أن لا يوجد شركات مساهمة في القطاع الزراعي حتى ندخلها في السوق المالية. في السوق السعودية قبل أن تدخل أرامكو ليس بالضرورة أن يعكس المؤشر حالة الاقتصاد، وهكذا في بالنسبة لبقية البورصات أعتقد. نعم. طيب يعني تحدثنا عن سوق دمشق الأوراق المالية، وحسب علمنا أنه أحد الأسواق الحديثة نسبيا، فما هي المزايا، يعني ما هي المزايا التي يمكن أن تجذب المستثمرين والمتداولين لهذه السوق يعني؟ بالحقيقة سوق دمشق الأوراق المالية تأسس في عام 2009 وبدأ أعماله في عام 2010، وسوق حديث جدا في المنطقة، عدد الشركات المدرجة فيه قليلة. استفاد سوق دمشق الأوراق المالية بال2015 و2016 من أنه في أول سنوات الأزمة تعرض لانخفاضات كبيرة، فبالحقيقة اللي استثمر بسوق دمشق بالفترة 11 و12 و13 استفاد كثير بال15 16، لأنه صار رقم واحد بين البورصات العربية في الارتفاع بسنة 2016 على ما أذكر. فارتفع من تقريبا 700 أو 800 نقطة، صار 1400 نقطة، فكان ارتفاع كثير كبير. وهذا يتناسب مع طبيعة الأسواق الناشئة في بلداننا العربية، وهي أن احتمالات النمو فيها مرتفعة، فيها كثير فرص غير مستغلة، وفيها كثير تأثر بالأوضاع السياسية، وحال ما يتغير شيء بسيط من الأوضاع السياسية أو يحدث استقرار اقتصادي، فإنها تستفيد جدا من هذا الاستقرار، وترتفع وتنتشط وتنشط بشكل كثير كبير. نعم. فإذا القدرة على الارتفاع
جراء الاستقرار السياسي، يعني هو من أكثر النقاط الجاذبة أعتقد، ولكن مع المخاطرة أنه الأوضاع غير مستقرة. يعني أعتقد بالنسبة للمستثمرين الدوليين ينظروا إلى المنطقة بشكل عام أنه هناك شيء من المخاطرة. يعني نعم، تعلم أن المخاطرة والعائد يترافقان مع بعضهما البعض، فكلما ازدادت المخاطرة ازداد العائد المتوقع. خلينا نقول ما زالت تكلفة الاستثمار في السوق منخفضة حتى الآن. خليني أعطيك مثال، على سبيل المثال كان سعر السهم قبل الأزمة في سوريا 100 ليرة سورية، 100 ليرة سورية يعني 2 دولار. بعد الأزمة حتى وقتنا الحالي، نحن الآن 2020، سعر نفس السهم تقريبا الآن 1000 ليرة سورية. 1000 ليرة سورية يعني 30 سنت، يعني تكلفة الاستثمار مقارنة بالماضي 2 دولار هلأ 30 سنت، نفس السهم تأخذه بسعر أرخص بكثير من قيمته السابقة. هذا يعني يجعل أسواقنا المحلية فرصة مهمة للمستثمرين الأجانب. تقلبات سعر الصرف تفيد، حتى ناخذ سوق اللبنانية، هلأ الليرة السورية اللبنانية حتى نازلة، ما دامت هاي الأسهم مسعرة بعملات المحلية، انخفاض أسعار قيم الصرف وانخفاض قيم قوتها الشرائية للعملات المحلية يجعلها فرصة ملائمة للمستثمرين الأجانب للإقبال وشرائها، لأنها تكلفة عليهم منخفضة حتكون. وإذا نعم كان المستثمر يعني لا يسعى للاستثمار المضارب اللي هو قصير الأجل، بل يتأمل الاستثمار على المدى الطويل، فهي فرصة له، لأنه الاستثمار قصير أجل ربما لا يكون مفيد مع ظروف اقتصادية غير مستقرة، لكن ما أن تتحسن الظروف إلا أن تعوض مباشرة هذه الخسائر وتحقق أرباح جدا مرتفعة. فإذا خلينا نقول الفرصة واعدة للاستثمار بأسواقنا المحلية، لكن ينبغي أن يكون المستثمر الأجنبي هو مستثمر طويل الأمد وليس قصير الأمد. نعم. طيب دكتور، نحن لو نتحدث عن المتداولين عبر الإنترنت، يعني هل يمكن للسوق فعليا جذب المتداولين عبر الإنترنت بفضل قوة أسهم الشركات المدرجة فيه؟ وهل هناك أمثلة لذلك يعني؟ المتداولين عبر الإنترنت هم مستثمرين رغبوا أن يتجاوزوا دور الوسيط اللي هو شركة الوساطة أو السمسرة، فهم أشخاص عندهم رؤية استثمارية، معرفة بالحد الأدنى بالاستثمار وقواعد الاستثمار، لا يرغبون أن يتصلوا بالسمسار لينفذ يعطي لهم أمر وينتظرون حتى يتصل فيهم مرة أخرى ليغيروا الأمر وهكذا، بل يريدوا أن يدخلوا الأمر بأنفسهم ويتابعوا. فهم على وعي استثماري محدد، يرغبون في اقتناص الفرص ولا يرغبون في انتظار رأي السمسار أو الحصول على نصيحة استثمارية من السمسار، فهم على اطلاع بحالة السوق. وبصراحة يستفيد السوق من وجود هؤلاء المستثمرين أكثر ما هم بيستفيدوا من العملية، طالما وجود عدد كبير من المتعاملين عن طريق الإنترنت بيضيف سيولة للسوق المالية، لأنهم سيدخلون بأشخاصهم وبعيدا عن السمسار الذي سيدخل أيضا مستثمرين آخرين، فهون سيزيد عدد الناس الذين يقومون بالتداول بشكل مستمر. ويوجد بعض المستثمرين الذين تصبح هذه هواية لهم ويرغبون أن يدخلوا للسوق كل يوم، يتفقدوا الأسهم، يدخلوا أوامر شراء أوامر بيع، بينما يتجنبون العملية الرتيبة بالتواصل مع السمسار وإدخال رقم السري ثم إدخال إعطاء الأمر ثم انتظار لتغيير الأمر وهكذا، فيتحقق لهم هذه المزايا. هلأ طالما توفرت الفرصة لهم للدخول، فبصراحة لا يهم الشركة اللي عم استثمر فيها، مو دائما، خليني أقول مو دائما الشركة اللي هي جيدة أداء هي جيدة للاستثمار، بدنا نميز بيناتهم. قد تكون شركة ممتازة، نقول شركة أرامكو مثلا، إذا المستثمر مقدر سعرها على أنها مثلا نفترض 100 ريال، لكنها بالسوق هي ب 110، هي شركة ممتازة لكنه لن يستثمر فيها ولو أنها شركة ممتازة. لكن إذا شركة ثانية غير ممتازة غير جيدة سعرها بالسوق 20 ريال، لكن المستثمر يراها فرصة استثمارية، فحتى لو كانت هي الشركة أدائها غير جيد لكنها سعرها أقل مما يجب فيقوم بشرائها. إذا لا يؤثر، تؤثر الفرصة الاستثمارية أكثر ما يؤثر الشركة بحد ذاتها. خلينا نقول نعم. طيب دكتور، ذكرت أن المتداولين عبر الإنترنت هم أشخاص، يعني مستثمرين
تجاوزوا الوسطاء الماليين ليستثمروا مباشرة بأنفسهم في السوق. فهل هذا اتجاه عام؟ يعني هل سنرى اختفاء دور الوسيط المالي في سوق الأوراق المالية، أم أن دوره ما زال مهم؟ ويعني ما هي الميزات التي ممكن، يعني أو الفوائد والمضاد من اللجوء إلى الوسطاء الماليين بالمقارنة مع الاستثمار المباشر عبر الإنترنت؟ هلا في اسواق تقدم للمستثمرين عن طريق الوسطاء مزايا اضافيه غير تنفيذ اوامر الشراء والبيع، منها انه تقديم النصح والمشوره. ومقابل ذلك يحصل اصحاب السماسره واصحاب الوساطه الماليه على عائد اعلى من العائد اللي بيحصلوا عليه مقابل تنفيذ الصفقات على حسب. فبذلك المستثمرين الافراد اللي عندهم المعرفه الاستثماريه وطوروا سياسات الاستثمار الخاصه فيهم لم يعودوا بحاجه للحصول للنصح والمشوره من قبل بيوت السمسره. طبعا هذا لا يغني انه يفتحوا حساب عند شركه الوساطه، يعني البورصات لا تقبل ان يفتح المستثمر حساب مباشره لديها، ينبغي ان يفتح حساب في شركه الوساطه تعطيه معلومات الدخول ثم يقوم بالدخول والتداول عن طريق هذا الحساب. فهي عندها يعني عائد من تداول المستثمر، لكن بالحد الأدنى. العائد الذي يجب أن تحصل عليه شركات الوساطة هو عائد نتيجة تقديم خدمات إضافية كالنصح والمشورة في هذا الموضوع. ينبغي أن تطور يعني خدماتها شركات الوساطة لتعوض الجزء اللي راح عليها بدخول المستثمرين بأنفسهم للسوق المالي. ممكن تقدم خدمات تحليل مالي إضافية، تعطيهم مثلا نصائح يومية بداية التداول على أي أسهم يشتروا أي أسهم يبيعوا، توقعاتها للأداء، بحيث أنه يكون لها دخل جانبي خارج عن موضوع تنفيذ الأوامر فقط اللي هو صار المستثمر فيه يقوم فيه بنفسه. مثل ما بيذكرنا بحالة الشركات اللي كانت لما تقترض تروح على البنك تدين منه، كان يأخذ منه معدلات فائدة مرتفعة. لما كبرت الشركة، مو معقول شركة مثل جنرال موتورز أو فورد يتحكم فيها بنك، صارت هي تصدر أوراق المالية وسنداتها بنفسها عفوا، فما عادت بحاجة تروح البنك يتدين منه. نفس الشيء لكن صارت لما بدها تروح تسوق أو توزع الإصدار صارت تستعين بالبنك اللي يوزع لها الإصدار، ولكن مو حتى تاخذ منه هو القرض. فبالتالي تغير، ينبغي هذا يتوافق مع تغير في دور شركات الوساطة ويتفحل العمل أكثر لتحسين خدماتها بحيث أنه تأمن مصدر ليعوض عن الدخل اللي راح عليها بقيام المستثمرين بالشراء بأنفسهم عفوا. صح والله. يعني واعتقد انه ايضا شركات الوساطه الماليه ربما يكون لها دور في يعني المفاوضه الجمعيه، او يعني انهم يجمعوا مجموعه مستثمرين ويحركوا الاسهم بطريقه اكبر، يعني لانهم يمتلكوا مجموعه اكبر من الاسهم اكثر من الافراد انفسهم. يعني هلا اذا كان هذا التحريك يعني يقصد به تحقيق ربح او خساره عن طريق التاثير على السوق، فهو امر ممنوع بالسوق الماليه بصراحه. في ضوابط تحكم عمل المتعاملين والسماسره وتمنعهم من انه يعطوا يعني نصائح او توجيهات للمستثمرين تدفعهم للتحرك باتجاه معين. النصائح يجب ان تكون مبنيه على اساس دراسه وفي اشتراك مع الشخص مقابل الحصول على تحليلات ماليه، ثم هو الامر له يشتري او لا يشتري حسب هذا، او يبيع او لا يبيع. لكن اما نعطيه نحن يعني ايحاءات باتجاهات معينه وندفعه للتحرك باتجاهات لنستفيد او ليتغير حاله السوق، فهذا امر حساس بالسوق الماليه وتراقبه جهات الوصائيه لتتاكد انه هذا لا يترتب عليه غش او تلاعب او اضرار باحد او حتى بالشركه المعنيه. نعم، هذا شيء مهم جدا. يعني طيب بناخذ أسئلة من المشاهدين. بعض الأسئلة، سؤال من محمد عبد الباسط يقول فيه: هل هناك علاقة بين البورصة والبنك؟ أو يعني ما هي العلاقة بين البورصة والبنك؟ هلا البنك، إذا أن بنك ناخذ مثال بالسعودية مثلا، البنك الرياض مثلا، بنك الرياض هو شركة مساهمة له أسهم في السوق المالية، فبالتالي هو من جنب هو شركة مساهمة له أسهم مدرجة في السوق، ومن جنب آخر له محفظة استثمارية يديرها لصالحه هو، ومن الممكن أن يكون له محفظة استثمارية يكون للعملاء محافظ استثمارية يديرها عنهم. فهو من جنب هو مساهم، هو يساهم في محافظ استثمارية، ومن جنب آخر أسهمه موجودة في السوق ومطروحة للتداول وقابلة للبيع والشراء في السوق المالية. فيعني هو مدخر ومستثمر، يعني يدخر أمواله في سوق، ومجانب ثاني هو مستثمر في السوق المالية.
نعم. وهل للبنوك علاقة أو تقوم بدور في عملية إدراج الشركات التي تدرج للمرة الأولى في أوراق في سوق الأوراق المالية؟ نعم، بالحقيقة البنوك خلينا نقول أنواع. في بنك اسمه بنك تجاري، وفي بنك اسمه بنك استثمار. البنك التجاري هو شبيه ببنوك المعروفة اتش اس بي سي وباركليز وسامبا وغيرها. أما بالنسبة لبنوك الاستثمار فهي البنوك التي تتولى مهام تسجيل الإصدارات الجديدة وتوزيع الإصدارات الجديدة والتعهد بتغطية الإصدارات الجديدة، وهي مثل مورغان ستانلي وجي بي مورغان وسالمون براذرز. فهذه الشركات وظيفتها الأساسية هي دعم الإصدارات الأولية، سواء كانت من الأسهم أو كانت من السندات، وتحصل على عمولات مقابل القيام بهذا الدور. فهي من جانب تسعر الإصدارات الجديدة، تحدد آجال الإصدارات الجديدة، تسوق الإصدارات الجديدة، تبحث عن مساهمين ليكتتبوا بالإصدارات الجديدة، وتحصل على عمولات مقابل هذا الشيء، فتسمى بنوك استثمار. أما البنوك التجارية المعروفة هي بنوك التي تتعامل مع الزبائن وتقبل الودائع، فهي بنوك تجارية تقوم بعمليات الإقراض والاقتراض، وتربح من خلال الفروق ما بين الهامش الإيداع والإقراض، وكما قلنا لها أسهم مدرجة في السوق المالية. نعم. طيب، سؤال آخر، يعني ما هي الأولويات التي علي الإلمام بها قبل دخول سوق البورصة في بلدي؟ يعني الأساسيات خلينا نقول، أو الأولويات. طيب، يعني نحن هذا موضوع كثير مهم. ينبغي هلا أول نقطة لازم ينتبه إليها أي مستثمر في السوق المالية، هو أن ينبغي أن ينتقل من النظر إلى الورقة المالية بشكلها المنفرد إلى النظر إلى الورقة المالية على أنها، أو النظر إلى المحفظة المالية. فكل واحد فينا عنده محفظة استثمارية حتى بدون ما يدخل للسوق المالية. قد يكون له عقارات، قد يكون لديه دولارات، قد يكون لديه ذهب، قد يكون لديه أصول مختلفة. عندما يفكر باستثمار معين ينبغي أن يفكر في تأثير هذا الاستثمار على محفظته الحالية. يعني إذا اشترى ورقة مالية، نفترض أنه مساهم عنده أو شخص لديه 10 أسهم من 10 بنوك مختلفة، فبالتأكيد إذا أراد أن يضيف إلى محفظته استثمار إضافي، ينبغي ألا يكون هذا الاستثمار الإضافي في قطاع البنوك. ينبغي أن يفكر في أن يستثمر في قطاع آخر حتى يجعل من محفظته نوعا ما مستقرة، ولا يجعلها تتأثر بكل الهزات التي يتعرض له قطاع البنوك. إذا المبدأ الأول أن ينقل فكره وتفكيره الاستثماري من النظر إلى الورقة المالية بحد ذاتها، مخاطرها وعوائدها، إلى النظر إلى تأثير إدخال هذه الورقة إلى محفظته الحالية من الأصول المختلفة التي يمتلكها. فإذا كان لديه استثمارات في قطاع الذهب على سبيل المثال، لا يذهب ويشتري عقد ذهب إضافي. إذا كانت محفظته الحالية تحتوي على بنوك، فليذهب إلى قطاع آخر يستثمر فيه. إذا التنويع مسألة مهمة. إدخال الأوراق المالية إلى المحفظة الاستثمارية ينبغي أن تركز على إضافة أوراق مالية تحسن حالة المحفظة بجهة العائد والمخاطرة. ينبغي أن يفكر هذا المستثمر في حالته المادية نفسه. هل يا ترى أنا أحتاج المال لفترة زمنية قصيرة، ولا ممكن أستغني عن المال لفترة سنة سنتين ثلاثة؟ فإذا كان يحتاج المال لفترة قصيرة، لا يذهب إلى استثمارات طويلة الأجل. ينبغي أن يذهب إلى استثمارات قصيرة الأجل تتناسب مع حالته المالية. إذا عنده كان قسط ليدفعه للمدرسة أو قسط لسيارة، بيحتاج المال بعد بسنة، مو مثل واحد تاني مستغني عن المال لمدة 10 سنوات. هاي مسألة كثير مهمة، ينبغي أن يراعي حاجاته المالية، حاجات السيولة بالنسبة له، الذي يؤثر على أمده الاستثماري والأوراق المالية التي يستثمر بها. ينبغي أن نميز أيضا بين حبك للمخاطرة، يعني أنت استعدادك لتحمل المخاطرة، ومن إمكاناتك المالية التي تسمح لك بتحمل المخاطرة أو لا. فربما تكون شخص مغامر تحب المخاطرة، لكن إذا خاطرت راح تصفي على الحديدة. فهون ما بننصحك نحن تدخل باستثمار خطر. فأنت ينبغي أن يكون في توفيق بين حبك للمخاطرة وقدرتك على تحمل هذه المخاطرة، هما شيئين مختلفين. هل أنت قادر؟ إذا كان معي أنا بحب المخاطرة، معي 100,000 راح أحطهم كلهم باستثمار، بس إذا خسرت صفيت على الحديدة. لا، بقول لك لا، وقف شوي، شوف، اختار استثمار يتناسب مع إمكاناتك المالية، ما تخسر كل شيء وتصير بعدين مرحلة الصفر. نحن مو هذا الشيء المهم.
طبعا اذا اراد المستثمر ان يستثمر في بورصات، فنحن البورصاتنا العربيه او نقول البورصات الخليجيه الى حد ما كلها مترابطه مع بعض، فنحن كمان ننصح ينوع بين بورصات مختلفه متنوعه، ليس لا يستثمر فقط في بورصه محليه، يستثمر في بورصات اخرى. طيب بتقول لي ممكن انا كيف بدي اروح استثمر ببورصه امريكيه وانا قاعد بالسعوديه؟ تستطيع ان تستثمر عبر صناديق استثمار تديرها بعض البنوك، نقول الراجحي مثلا، الراجحي عنده عده صناديق استثمار يديرها، منها اسهم بتروكيماويات، في عنده اسهم شرق اسيا، في عنده اسهم امريكا، في عنده اسهم اوروبا، تستطيع ان تنوع عن طريق هذه الصناديق. فنحن ننصحك ان تذهب الى التنويع حتى على خارج الصعيد المحلي حتى تحقق نوع من الاستقرار في محفظتك. اذا كنت تريد ان تستثمر في عندك اعتبارات يعني خاصه فيك، مثلا انا ما بحب استثمر بالامور اللي تعطي فائده، مثلا انا مستثمر التزم بالقواعد الاسلاميه، فتستطيع ان تستثمر في اوراق ماليه استثماريه نقيه، حتى في داو جونز عنده مؤشر اسلامي. فنحن يعني ينبغي ان تحدد للطرف الذي ترغب ان تستثمر عن طريقه بدايه كل هذه الاعتبارات: عائد، المخاطره، الاجل الاستثماري، حاجاتك للسيوله، الحاجات الخاصه اللي توفر عندك. احيانا في بعض المستثمرين في الدول الاوروبيه يكون معفي من الضريبه، ما عليه ضرائب، ربما يكون متقاعد على سبيل المثال، فحاجاته والفضاء الاستثماري المتاح له يختلف عن اخر خاضع للضريبه بمعدلات مرتفعه على سبيل المثال. فهنا ينبغي ان نميز بين هذا كله، والمستثمر ينبغي ان يكون كما قلنا حكيم باختيار الاستثمارات التي تناسب حالته. اذا ما بيعرف هو يخبر مدير المحفظه الاستثماريه اللي يتعامل معه بهذه حاجاتي كلها، فانصحني بالورقة المالية التي تكون مناسبة بالنسبة إلي. وأبسطهم هو الاستثمار في صناديق استثمار ربما يكون عائدها غير مرتفع جدا، لكنها بالحقيقة آمنة نسبيا مقارنة بالاستثمارات الأخرى. فهذا مبدئيا إلى أن يتعلم أكثر عن السوق المالية ويقوى عوده، وقتها يستطيع يستثمر بأوراق مالية منفردة مستقرة. طيب، وهل تنصح، يعني هذا سؤال أيضا من أحد المشاهدين، يعني ما هو أفضل كتاب يمكن قراءته للتعرف على أساس يعني أسس البورصة وأسس التداول في البورصة؟ هل تنصح بكتاب معين أم يعني محاضرة معينة أو درس معين؟ خليني أقول لك، المتعاملين بالبورصة نوعين أساسيين. متعامل بالبورصة هو مستثمر طويل الأجل، يعني هو مهتم بالأرباح التي يحصل عليها من استثماره، مثلا يستثمر في شركة أرامكو ويتوقع الحصول على توزيعات أرباح دورية يصرف منها على نفسه أو على عياله. هذا المستثمر يختلف في حالته عن مستثمر آخر هو صياد للفرص، يعني يستثمر في السهم مدة أسبوع أسبوعين ويبيعه وينتقل لمستثمر إلى ورقة مالية ثانية. المستثمر الأول سينظر إلى أرباح الشركة وتوزيعات أرباح الماضي ويتوقع منها بناء على مؤشرات كثيرة أرباح المستقبلية، هذا نسميه التحليل الأساسي الفاندمنتال أناليسيس. فهو يعتمد على أساسيات الشركة وأساسيات الاقتصاد وأساسيات القطاع الذي تنتمي إليه الشركة ليتنبأ بأدائها المستقبلي ويحصل من خلاله على ربح. أما بالنسبة للمستثمر الثاني فهو مستثمر مضارب في السوق المالي، هذا يعتمد على التحليل الفني، يعني يراقب حركات الأسهم، يرسم نقاط دعم ومقاومة ويرسم شمع الدوجي ويراقب الانكسار وغير الانكسار وشكل مثلث وما شكل مثلث، هذا مستثمر آخر. إذا رغب أن يتعلم التحليل الأساسي فهناك كتب للتحليل الأساسي، وإذا رغب أن يتعلم التحليل الفني فهناك كتب للتحليل الفني، ليس كتاب واحد فقط بصراحة. فهذا يعتمد على المستثمر. يعني أنا نصيحتي لأي واحد يدخل الاستثمار حديثا ولا يعلم بكثير، إما أن يتبع دورة التداول في البورصة تخبر عن طريقة الاستثمار في هذه البورصة، أو أن يهتم بربحية الشركة فقط ويستثمر على المدى الطويل. لكن كتاب باللغة العربية فقط لتعليم الأساسيات بصراحة يعني لا يوجد لتعليم التداول، قد يمحو الأمية في الأسواق المالية. وأنا لدي كتاب بالأسواق المالية أستطيع أن أضعه بين يديكم PDF مجاني، يستطيع السائل أن يحصل على هذا الكتاب عن طريقكم، يحكي عن جميع الأسواق المالية وعن آليات التعامل فيها. لكن كما قلت، الذي يريد أن يتداول يوميا يبيع ويشتري فهناك عدة طرق، أمواج إليوت وشمع الدوجي
والرأس والأكتاف والمتوسط المرجح، فهو يعني بحر وكل متعامل يعتمد على أسلوب. واحد يقول لك سمع الدوجي أهم شيء، واحد بيقول لك الدعم والمقاومة أهم شيء، واحد بيقول إليوت أهم شيء، بيطلع 5 طلعات بعدين بينزل 3. ليش ما بنعرف؟ هيك يعني هيك السوق بيقول لك. فهذا التحلل الفني. في المقابل المحلل الأساسي يعتمد على مكرر السعر الإيراد، ويعتمد على خصم التدفقات النقدية ليصل على السعر. يعني للتحليل الفني في كتب مشهورة مترجمة بالحقيقة، ليست يعني موجودة باللغة الإنجليزية ولكن تم ترجمتها متوفرة، وكتاب كامل للتحليل الفني يعني خاص ليعلمك أساسيات المضاربة قصيرة الأمد، وتحليل أساسي في طريقتين أساسيات مشروحة في الكتاب سأضعه بين يديكم إن شاء الله. شكرا، شكرا لك. يا ريت دكتور نستفيد يعني من أهلا وسهلا، كتابه. يعني أهلا وسهلا. يعني ما افهمه، يعني لو شخص خلفيته ليست في الامور الماليه او الاقتصاديه، يعني لم يدرس ولم يعمل في ذلك، تخصصه يعني مختلف تماما، هل هذا يصعب عليه الدخول في البورصه؟ يعني هل يجب ان يكون لديه فهم مبدئي بالبيانات المالية وكيفية قراءتها وغير ذلك ليستطيع أن يستثمر بنجاح في البورصة، أم أن ذلك يعني ليس ضروري يعني؟ بالحقيقة التحليل الأساسي أو خلية التحليل والاستثمار طويل الأجل يحتاج إلى معرفة بأساسيات المالية، أما التحليل الفني فيكفي مراقبة حركة الأسعار، فإذا لاحظت أنه مثلا أحد الاستراتيجيات اللي بيطلع يومين بعد بيومين بينزل، فأنت بدون ما تعرف أي شيء عن أساسيات البورصة اليوم طلع بتقول بكرة حيطلع كمان فبشتريه قبل ما ينزل آخر النهار، تبيعه قبل ما ينزل ثالث يوم. فهو هذا ما نو مبني على أساس علمي، يعني هذا صح. مبني على اساس يعني ما جرت عليه العاده في السوق الماليه، بيطلع 5 ايام بينزل 3، هيك دارج بالسوق الماليه او هيك استراتيجيات تعامل، والغريب انه في بعض الاحيان تصدق معهم وبحققوا ارباح من خلالها. تمام؟ لكن هذا ليس هذا هو يعني خلينا اساس علمي، مثل اللي بيراهن على شيء بيطلع معه صح، هذا مو بالضروره يكون يعني طريقه الرهان هي الطريقه الصحيحه بالحقيقه. ولكن خليني اقول انه يعني في بعض الاشخاص ينتقدوا هاي الاساليب الفنيه، بيقول لو كانت الاساليب هاي بتربح كان ما خبروك اياها اصلا، كان هم بخلوها لهم وراحوا هم يعملوا ربح من خلالها. تمام؟ فاذا انا بنصح انه المستثمر يستثمر على المدى الطويل. خليني اقول هلا، انا بذكر السوق السعوديه بال 2006 شهدت 2005 2006 انخفاض كثير كبير لحد الان ما تعافت منه، من مؤشر القيمه اللي وصلت ل 2005 لحد الان ما تعافت منه. لكن اللي استثمر لهدف الحصول على توزيعات الأرباح، توزيعات الأرباح ما تأثرت، يعني كان عم يحصل على توزيعات الأرباح، لكن المضارب اللي دخل لحتى يحقق أرباح من خلال البيع السريع خسر خسارة كبيرة، يعني من 16 أو 14 ألف نقطة وصل رجع ل 7000 و 6000 نقطة، يعني ما عاد يقدر ولا على ما تراجع، ما تحسن خلال 6 7 سنوات. يعني فهذا يعني الواقع يضر في المضاربين قصيري الأمد، لكن الذي يسعى للاستثمار طويل الأجل ما بيخسر. هذا يعني اللي معه مجال يستثمر مدى طويل، يعني بظروف استقرار أسعار الصرف أكيد هو استثمار أفضل من الاستثمار قصير الأمد. نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت في بداية الحديث عن يعني من فوائد البورصة هي يعني الإفصاح عن البيانات المالية للشركات وإعطاء المعلومات وغير ذلك يعني. فيعني السؤال هو، هل إمداد المتداولين بالمعلومات والأدوات من خلال البيانات والرسوم البيانية من طرف الشركة، هل ذلك يساعد في يعني كسب ثقة المستثمرين؟ يعني هل ذلك يكسب الشركة مصداقية أكبر لدى المستثمرين؟ أصدق بالشركة المساهمة نفسها. نعم، يعني معلومات أكثر مالية وبيانات مالية وغيرها. بالحقيقة كل ما زادت الشركة إفصاحاً عن حالتها المالية، كل ما هذا كان أدى إلى اطمئنان أكثر من قبل المستثمرين، وقلل من خطر يسمى عندنا خطر المعلومات. المعلومات هي مصدر خطر في بحد ذاتها. الشركات التي لا تفصح عن المعلومات رأساً حيخطر ببالك انه هي الشركة عم تخبي شيء عنك. تمام؟ فأنت كمستثمر لما تلاقي الشركة دائماً تفصح عن المعلومات بشكل مستمر، فهذا يبعث الطمأنينة عند المستثمر ويجعله مطمئن انه أداء هذه الشركة او سعر هذه الشركة يعكس حقيقة وضع هذه الشركة. تمام؟ لأنه السعر في الأسواق الكفوءة يعكس
المعلومات المتوفرة عنها. الشركات التي لا تفصح عن المعلومات يعني تسبب مشكلة، أن سعرها يصبح لا يعكس حالتها. هلأ وجود الشركة في البورصة يضمن أنه هذه الشركة سعرها يعكس أغلب المعلومات خلينا نقول المتوفرة عنها، طالما البورصة تجبرها أن تقدم معلومات بشكل مستمر حتى في أبسط الأسواق، حتى في سوق دمشق الأوراق المالية الحديثة النشأة. السوق المالية تفرض على الشركات أن تقدم إفصاحات مستمرة عن أي خبر قد يؤثر على سعر السهم. حتى في بعض الأحيان الأمر بالعكس، يعني تصور إذا وجدت السوق المالية أن سعرها يتحرك بشكل غير طبيعي، تبادر هي بالاتصال بالشركة بتقلها شو صاير عندكم، في شيء ما خبرتوني إياه، إذا في شيء ما خبرتوني يا ريت تخبروني إياه، لأنه في عندي حركة غير طبيعية. فالسوق المالية يعني وجود الشركة بالسوق المالية ضمانة للمستثمر أن كل المعلومات المتعلقة فيها، طبعا إذا كانت السوق كفؤة إلى حد ما وفي أنظمة رقابة قوية، فالسوق تعكس جميع المعلومات المتوفرة عنها. في هذه الحالة تتحول السوق المالية إلى أداة رقابة على الشركة، وخلينا نقول أداة ضابطة وتأديب لإدارة الشركة، لأن مدير الشركة أو إدارة الشركة التي لا تعمل لصالحها أو التي تتلاعب بحالة الشركة سيكتشف الجمهور المستثمرين هذا عاجل أو آجل، فسينعكس ذلك على سعر السهم وينخفض سعر سهم الشركة، وبالتالي يأتي مجلس إدارة جديد ويغير إدارة الشركة. فإذا تتحول السوق المالية إلى أداة لمعاقبة إدارات الشركات الفاشلة، لأنها تضطرها إلى أنها تترك إداراتها لهذه الشركات نتيجة انخفاض سعر سهمها، وربما يقبل منافسون من الشركات الأخرى عليها ليشتروها لأن سعر سهمها أصبح منخفض. فهي خلينا نقول كاليد الخفية داخل السوق، هذه المعلومات تجبر إدارات الشركات على العمل لصالح هذه الشركة. أما الشركات التي لا تفصح عن معلومات أو يترتب أو تخفي معلومات عن الشركة، حتى في حال شركة إنرون إذا تتذكر بأمريكا لما أفلست شركة إنرون، تم معاقبة شركة إنرون وتم معاقبة شركة آرثر أندرسون شركة تدقيق الحسابات التي تواطأت معها بتغريمها مبالغ كبيرة أدت إلى إفلاس الشركة آرثر أندرسون وحلها، وخرجت من قائمة البيج فايف أصبح بيج فور لاحقا من شركات تدقيق الحسابات. إذا المسألة ليست سهلة، المعلومات جدا مهمة أن توفرها، لكن خليني أقولها للطرف الثاني. هلا بالنسبة للشركة يجب أن تفصح عن المعلومات، لكن المحللين الماليين يأخذون هذه المعلومات ويحللوا هذه المعلومات ويستقوا منها خلاصات معينة يقدموها للمستثمرين لينصحوهم بالشراء أو البيع. بالحقيقة الشيء اللي عم يلاقوه بالأسواق المتقدمة أنه النصائح اللي عم يقدموها المحللين الماليين عم تكون غير صحيحة، أو خلينا نقول واقع السوق أو واقع أو حركة السهم تكون في عكس نصائحهم، فصاروا طوروا استراتيجية استثمارية سموها sells the buy and buy the sells. يعني إذا قالوا لك اشتري روح أنت بيع، إذا قالوا لك بيع روح اشتري. هاي استراتيجية لحتى يحققوا أرباح بالأسواق المتقدمة عم أحكي أنا. فربما سبب هذا الشيء أنه في لاج معين بين وصول المعلومة للمستثمرين وبين يعني اتخاذ بعض المواقف بالنسبة للمستثمرين، فالبعض بيشتري قبل غيره بيرتفع السعر بصير غير مجدي الشراء لاحقا، أو بيبيع قبل غيره بصير السعر كثير انخفض ما عاد مجدي البيع لاحقا. فهذا ربما يكون يفسر هذه الحالة، لكن هذه استراتيجية صارت موجودة بالسوق المالية المتقدمة. نعم. طيب نأتي للسؤال، أعتقد يعني أكيد طرح عليك وتم مناقشته يعني كثيرا، وهو البيتكوين. يعني هل تنصح وهو على فكرة سؤال من أحد يعني المتابعين، يعني هل تنصح بالاستثمار في البيتكوين، ويعني ما الذي يجعل البيتكوين جاذب؟ يعني بصراحة البيتكوين هي جاذبة في حالات أو في أجواء المضاربة، حالات عدم الاستقرار الدولية تجعل من البيتكوين ملاذ آمن للمستثمرين يبحثون عنه ليحققوا أرباح من خلال الاستثمار فيه. هم طبعاً هي ما أنا أداة خلينا نقول يعني استثمار طويل الأجل، هي أداة مضاربة أكثر ما تكون أداة استثمار طويل الأجل. حتى الدفعات أو الدفع الذي يتم عن طريقها قليل جداً مقارنة بالعملات الرقمية الثانية، فالمستثمرون يحاولون استثمار فيها وشرائها لحتى يعني إذا كان ظروف عادية فهو إلى التهرب من السلطات الضريبية وتبييض الأموال وغيرها، وإذا كان الظروف غير عادية
فهي ملاذ آمن بالنسبة له مقارنة بكثير من الأدوات المالية الأخرى. المشكلة بالبيتكوين إنه أنت ما فيك تحدد، خليني أقول، قيمتها الحقيقية. يعني هي ليس ورقة مالية تحقق تدفقات نقدية مستقبلية، وأنا أخصم التدفقات النقدية المستقبلية لأحدد قيمتها. ما بيمشي حال هيك. ما في، ليست هي خليني أقول لها توزيعات أرباح لحتى أحسب قيمتها، ليس لها أرباح بالمرة حتى أحسب قيمتها، فهي مجرد أصل يعني يحتمل ارتفاع قيمته ويحتمل الانخفاض. فكونه في هذه الحالة، فأنا يعني قيمته تعتمد على احتمالات ارتفاعه أو احتمال انخفاضه، وهذا الذي يحدد قيمته، وليس له يعني قيمة بحد ذاته. يعني السهم سواء ارتفع أو انخفض حتحصل على توزيعات أرباح، في أنت عندك جزء يعني مؤكد منه. نعم أما بيتكوين ما في شيء مؤكد منها، فأنا ما بحسن أعطيك نصيحة تشتريها وبكرة ينزل سعرها يصير 7000 مثل ما صار المرة الماضية، ولا نعم بقول لك لا تشتريها بوجود سعرها يكمل بعد اليوم 30000 ممكن يوصل على 35000. فهي ما فيها لا بصراحة يعني طريقة حتى الآن لتقييم قيمتها، لأنها ليست مرتبطة بأي شيء، ليست مشتق مالي لها أصل تبنى عليه، وليست سهم. الأسهم تقيم بنماذج معينة، والمشتقات تقيم عن طريق أساليب المراجعة، وبالحالتين هي لا هيك ولا هيك. نعم فما في عندي رقم أنا بحسن بصراحة أنصح فيه المستثمر في هذا المجال. نعم نعم واضح واضح جدا. طيب دكتور، سنعود إلى السوق السعودي، وأنت تحدثت يعني عن السوق السعودي. يعني السوق السعودي حقق إنجاز في 2019، إنه أدرج في مؤشر داو جونز وإس إن بي ومؤشر فوتسي أيضا. هل الاستثمار فيه، يعني هل هذه مؤشرات أن الاستثمار فيه جيد ويحقق هامش ربح مرتفع؟ خليني أقول هلأ نحن ما هي مزايا الدخول في أي مؤشر عالمي لحتى نفهم شو صار معنا. المستثمرين العالميين، نفترض مستثمر بأمريكا، مستثمر بالصين، مستثمر باليابان، لما يقرر يستثمر مثل ما حكينا بينظر ل يستثمر بمحفظة استثمارية مستقرة نسبيا آمنة وغيرها من تحقق مجموعة من الشروط. دخول الشركة في مؤشر ما دليل أنها حققت مجموعة من الضوابط أو الشروط، في شروط بالنسبة للعمليات التداول اللي فيها، في شروط بالنسبة للقيمة السوقية، في شروط بالنسبة للأمان، في شروط للشفافية. وجود المؤشر السعودي ضمن هاي المؤشرات الثلاثة دليل على أنه حقق هذه الشروط. فأنت بالنسبة لك كمستثمر صرت مطمئن أنه في حد أدنى متحقق، فما عاد عندك مخاوف أنه يعني في شفافية قليلة، في إفصاح، ما في افصاح، عدم التزام بضوابط التداول، ما في رقابه كما يجب، فانت صرت مطمئن لهذه الامور. وهكذا المستثمر الاجنبي، فبالتالي صار المستثمر الاجنبي ايضا يطلب الاستثمار في المؤشر السعودي، فهذا زاد من عدد المساهمين او عدد المستثمرين المهتمين بالاستثمار بالسوق، فهذا بيزيد من سيوله السوق المالي، والسيوله امر كثير مهم لانه بتفيد المستثمر المحلي وبتفيد المستثمر الاجنبي. طبعا لكن في المقابل انه ممكن يجي بسرعه ويطلع بسرعه، فنتاكد من ضوابط الدخول والخروج تكون مناسبه. فاذا من ناحيه صار في طلب اكثر على الاسهم السعوديه، حيكون لانه المستثمرين حيبنوا محافظ استثماريه من المؤشر السوق السعودي، وهذا حيزيد نعم الطلب على الاسهم المكونه للمؤشر، وبالتالي سيرفع من قيمه المؤشر. سيضطر السوق السعوديه للحفاظ على مستويات عاليه من الشفافيه والإفصاح والحوكمة والرقابة، وبالتالي هذا كمان في صالح المستثمرين المحليين أنه يشعر أنه أمور منضبطة أكثر بالسوق، في حماية أكثر لصالح المستثمرين، كمان هذا سيجعلهم يقبلوا أكثر على التعامل بالسوق المالية، ربما يؤدي لدخول استثمارات أجنبية بحسن حالة ميزان المدفوعات، بيدخل رأس مال أجنبي إضافي ليستثمر بالسوق المالية، كمان هذا له أثر إيجابي على ميزان المدفوعات. هذا سيجعل له اثر اخر على الاسواق العربيه، الاسواق الثانيه حتغار من السوق السعودي. ليش السوق السعودي فقط بالمؤشر هذا؟ انا كمان بدي تكون بالمؤشر هذا، فخليني التزم بالضوابط نفسها وادخل كمان على هذا المؤشر. فالبورصات العربيه نتامل كمان هي تهتم بتدخل بهذا المؤشرات لحتى يصير في طلب على الاسهم الموجوده فيها، لحتى تكون تصير اقرب للاسواق الماليه المتقدمه ويتحسن ادائها كمان. فاذا ان شاء الله يعني باذن الله. إذا يعني الوصول إلى المؤشرات العالمية هذه
العامل الأساسي هو يعني مستويات الشفافية والحوكمة وغيرها، هل هي مرتبطة أيضا بالحجم المالي أو الحجم يعني للسوق، أم هي فقط على تعتمد على مسائل الشفافية وطريقة إدارة السوق؟ لا طبعا حجم السوق مهم، يعني اذا سوق ما في اسهم كثير مدرجه بالسوق كمان ما حيدخل اصلا، ما حيكون مؤهل يدخل على السوق المالي. اذا كان قيمه نعم السوقيه منخفضه ما كان حيكون مؤهل يدخل على السوق المالي. نعم يعني في شركات حتفكر تعمل ادراج مشترك ربما مع سوق السوق السعودي، سوق تداول، لانه حتلاقي هذا السوق مجدي لها اكثر، سيولته اكثر، طلب اكثر على الاوراق الماليه اللي فيه. لكن هلا اقول نوكيا لما كانت ايام نوكيا كان موجوده بالسوق الفنلنديه، سوق الفنلنديه ضيق، لكن سهم نعم نوكيا كان موجود في بورصات ثانية. فبالتالي يعني وسيلة الخروج من هذه المسألة أن يكون السهم نفسه مدرج في أكثر من بورصة. هلأ السوق إذا كانت تميزت عن في أسواق المنطقة ممكن هي تجذب إلها إصدارات جديدة من الأوراق المالية، تجذب إلها أسهم مدرجة في أسواق ثانية، تصير تهتم تدرج في السوق السعودية، تستفيد من أنه تدخل بالمؤشر لاحقا، وبالتالي يكون الطلب عليها أكبر. فهذا كمان من العوامل المهمة أنه تجذب إلها شركات إضافية تدخل على هذه السوق المالية. بالإضافة إلى أنه في بعض الشركات ربما تكون عائلية، لما تلاقي أنه السوق المالية صار وضعه ممتاز وصار يدخل في مؤشرات عالمية وصار منضبط أكثر في رقابة دولية عليه، حيصير مهتم أنه هو يدخل سهمه للمؤشر ويدخل سهمه على السوق لحتى يستفيد من هالمزايا يلي بتوفرها له وجوده بهذا المؤشر، ما يضل خارج السوق، وبالتالي ما يحقق المزايا التي يحققها الشركات الموجودة في داخل هذا السوق. نعم. طيب دكتور، هو في سؤال حقيقة أعتقد أنت تطرقت له، وهو يعني سؤال من المتابعين، ما يعني شو يعني بورصة وكيف آلية العمل فيها، يعني توضيح أكثر. أنا أعتقد يعني كان هذا في بداية الحديث، نعم ربما تستطيع ذكر ذلك بطريقة مبسطة يعني خلينا نقول غير المختصين بهذا المجال، بشكل مبسط ما هي البورصة وما هي آليات العمل؟ طيب، البورصة هو مكان يتم من خلاله بيع وشراء الأوراق المالية. البورصة مكان يختلف عن الحارة أو يختلف عن السوق بأنه مكان منظم، يعني في ضوابط للعمل فيه. ما بحسن أنا أروح على البورصة أنه بدي أشتري أو بيع أسهم دغري، لازم أروح على شركة وساطة، أدفع قيمة الأسهم، يفتح حساب عند شركة الوساطة، أخذ رقم مستثمر، لما بدي اشتري او بيع قوم بالشراء عن طريق الوسيط، اذا بدي بيع يتاكد الوسيط من انه الي انا اسهم اصلا لحتى بيعها، طبعا اذا فرضنا عدم السماح بالبيع المكشوف. فاذا لازم توفر مجموعه من الضوابط للشراء وللبيع، في خلينا نقول في حدود سعريه لتحرك السهم، في حدود معينه، في حالات معينه يتم فيها ايقاف التعامل على السهم، في حالات يتم فيها تخفيض سعر السهم، ففي ضوابط معينة بتراقب. هاي الضوابط هي لصالح المستثمر بالحقيقة، لحتى تحمي المستثمر من حدوث تقلبات كبيرة أو تعرضه للغش والخداع في السوق المالية. طبعا لما تكلم أنت المستثمر بالتليفون بتقول له أعطيني هذا أمر شراء وأمر بيع، راح يخبرك فورا أنه أنت مكالمتك مسجلة، نعم تطمئن أنه بالدقيقة بالثانية معروف إمتى أعطيت الأمر تبعيتك، لحتى ما حدا يتلاعب ويستفيد من امر تبعيتك لحتى يحقق ربح او يسبقك بالسوق الماليه. فاذا السوق الماليه هي ضامنه لك. هلا البديل انه انت تروح تحط اموالك مع شخص اكس او واي من الناس، لكن اذا وضعت اموالك مع اكس او واي من الناس انت ما عندك شيء يثبت ملكيتك بالحصه اللي انت وضعتها معه. يعني انا حطيت اموالي مع عمر، طب شو دليل انه انا استثمرت اموالي مع عمر؟ ما في دليل. لو اعطاني ورقه بدي اروح على المحكمه وتقول اثبت حقي معه. اما هون انت بتاخذ شهاده اسهم تثبت ملكيتك لهذا السهم، مسجل لدى الشركه انه انت مالك، كانه انت عم تتعامل مع السجل العقاري. فامورك مضمونه، امنه، صار في عمليه بيع للاسهم بينتقل عن طريق مركز المقاصه، صار شراء الاسهم كمان بينتقل بنفس الطريقه، وبتاخذ اموالك نتيجه عمليات البيع وتدفع عن طريق السمسار لحاله الشراء. ف يعني قناه، خلينا نقول هي قناه منظمة لبيع وشراء الأوراق المالية بعيد عن حالات الغش والتلاعب. بيرجع الأمر إليك بعدها بأنك أنت تختار الأسهم عم تستثمر فيها، فأنت اختارها بشكل حكيم، يعتمد على أنا برأيي يعني رؤية طويلة الأجل، شركة معينة تعتقد أنه أو شايف أنه عم تحقق توزيعات أرباح جيدة، فأنت هون عم تطمئن أنه أنت عم يجيك دخل منها مستقبلي معين. انظر إلى توزيعات الأرباح، انظر إلى سعر السهم، احسب العائد
وقارنه مع العائد اللي بتحققه انت من استثمارات اخرى عن طريق بنك، عن طريق مرابحه، عن طريق عقد اخر، شوف اي واحد منه بيحقق العائد اللي انت بترغب فيه. وجدت عائد مناسب استثمر، وجدت عائد قليل ابحث عن استثمار اخر. فهو فرصه، هو خلينا نقول مجال لتنوع محفظتك الاستثماريه. وجدته مناسب خير وبركه، ما وجدته مناسب كانت الاسعار جدا مرتفعه غير ملائم للاستثمار، ابتعد عنه الى حين ان يصبح الجو مناسب للاستثمار. فهذه بصراحه باختصار البورصه. واضح واضح. طيب دكتور، أنت يعني ذكرت أيضا مفهوم المحافظ الاستثمارية، وقلت أنها إحدى الوسائل التي يمكن للمستثمر المحلي أن يستثمر في أسواق عالمية خارج بلده، أن يلجأ لهذه المحافظ الاستثمارية. فما هي المحافظ الاستثمارية؟ يعني تعريف بسيط، ما هي المحافظ الاستثمارية؟ ما هو الدور الذي تقوم به؟ المحفظة الاستثمارية هي تشكيلة من الأوراق المالية، تشكيلة من الأوراق المالية يكونها المستثمر بهدف تخفيض المخاطر المرتبطة بعملية الاستثمار. إذا وضع كل أمواله في ورقة مالية واحدة، شركة معينة، أفلست الشركة راحت كل أمواله. لكن بالمحفظة الاستثمارية ينوع في استثماراته، إذا كان في سوق محلية يستثمر في بتروكيماويات، يستثمر بالبنوك، يستثمر في شركات أخرى، فيحدث تنويع. قد تربح شركة، قد تخسر شركة، فيعدل بعض وبعض. فهون تحت يأتي مفهوم المحفظة، أنها وسيلة لتوزيع الخطر وتقليل المخاطر الاستثمارية. إذا وجدت أن السوق المحلية الفرص فيها قليلة، تستطيع أن تستثمر في أسواق عالمية. مثلا أنا بذكر شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، عندها صناديق استثمار في عدة أسواق عالمية، آسيا وأفريقيا وأمريكا وأوروبا، فكلها متاحة للاستثمار. وإذا كنت ترغب في قطاع معين، في صناديق للاستثمار في قطاعات معينة، بتروكيماويات، في المعادن، في المرابحة إذا أردت الاستثمار الإسلامي، فالفرص متاحة أمامك، تستطيع أن تنوع. لكن لا تضع كل البيض في سلة واحدة كما يقولون، نوع بحيث تقلل المخاطر، لا تذهب إلى قطاع واحد، اذهب إلى أكثر من قطاع، واذهب إلى أكثر من سوق، وحاول يعني تراقب هذا الأداء لفترة زمنية معينة، ستجد أنه بعضه بيربح بعضه بيخسر، فتحقق عائد مستقر نسبيا مقارنة بالحالة لو كنت عم تضع استثمارك في مجال واحد فقط. نعم نعم دكتور، طبعا الوقت قارب على الانتهاء، ولكن يعني أسئلة المتابعين ما زالت مستمرة، إذا وقتك يسمح نمدد 10 دقائق إضافية بحيث أستطيع أن أطرح عليك بعض والله الأسئلة التي تتعلم. أنا جاهز، شكرا أنا جاهز شكرا دكتور. طالما يوجد شحن في بطارية اللابتوب. إذا في شحن بطارية اللابتوب جاهز، إذا قطعت أنا خلاص قطعت. طيب يعني إن شاء الله إذا اقتربت على الانقطاع بس مستمرين. تحذرنا ونختم يعني. أمرك طيب تمام. هو سؤال أيضا، مصطلح أنت ذكرته، نحن طبعا يعني لغير المختصين، مفهوم البيع على المكشوف لدى الشركات، ما هو هذا المفهوم؟ يعني كيف نفهم البيع على المكشوف؟ بصراحة خلينا نأخذ مفهوم الشراء قبل البيع. هلأ أنا طيب وجدت أنه لدي فرصة استثمارية لشراء مثلا شركة أرامكو، افترض أنه شركة أرامكو رأيت أنه السعر رخيص هلأ لها، شو بعمل بالحالة العادية؟ بروح بشتري سهم شركة أرامكو، ما هيك؟ نعم. طيب هذا بعمل من خلاله ربح. طيب أنا عندي سهم شركة أرامكو توقعت ينخفض سعره، شو بعمل؟ تبيع بيعه. طيب انا متوقع انخفض سعر سهم شركه ارامكو بس ما عندي السهم، شو اعمل؟ متوقع ينزل، اتوقع انا متوقع انه ينزل بس ما عندي السهم لحتى استفيد من نبيعه واخلص منه، يعني هل من هلا شو بعمل؟ بقترضه منك، انت عندك اياه، بقترضه منك وببيعه، بقترضه منك وببيعه، بجيب لي مثلا افترض 30 ريال، لما بينخفض سعره بصير 20 ريال، بروح بشتري وبرجع لك اياه ب 20 ريال انا اشتريته، وربع 10 ريالات. فاذا البيع المكشوف هو اقتراض ورقه ماليه وبيعها وانتظار انخفاض السعر لشرائها واعادتها الى صاحبها، شرائها بالسعر الاقل يعني. نعم. فانا بالحاله هاي اقترضت منك سهم شركه ارامكو سعره 30 ريال، بعته ب 30، حطيت 30 بجيبتي، بعد كم يوم نزل سعر سهم شركه ارامكو ل 20، اشتريته ب 20 من السوق وردت لك اياه، رجعت لك اياه. بهي الحاله انا استفدت 10 ريالات من انخفاض سعر سهم شركه ارامكو، انا ما عندي اياه للسهم لحتى ابيعه، اقترضته وبعته
ثم اشتريته لاحقا وأعدته إلى صاحبه. طبعا مركز البيع المكشوف هو مركز خطير جدا. لماذا؟ لأنه افترض ما تحقق توقعي، وبدل ما ينخفض سهم شركة أرامكو ارتفع صار 50 ريال، معناته أنا خسر. بدي أشتريه أخسر 20، بدي أشتريه ب 50 ورجع لك إياه بعدين، تمام؟ نعم فبالحالة هاي مركز خطير، لأنه أنا لا أملك السهم لحتى أرجعه، أنا اقترضته وبعته. أما لو كنت أنا مالك السهم وبعته، خير إن شاء الله، أنا ما تكلفت شيء، أنا بعت سهم إلي، ما ملزم اتجاه أي أحد بأي شيء. أما البيع المكشوف أنا ملزم اتجاه الطرف الذي بعت سهمه أن يرجع لي إياه لاحقا، وإذا لم يتحقق توقعي ففي خطر كثير كبير علي. نعم نعم واضح. طيب، أيضا مصطلح آخر ذكرته اللي هو الرافعة المالية، نعم، أيضا الرافعة ما المقصود؟ المالية هو تمام، الرافعة المالية يبدو أنه شحن البطارية قارب على الانتهاء، سأجيب على هذا السؤال بسرعة. طيب الرافعة المالية هو إذا وجدت فرصة استثمارية سأشتري هذا السهم، وجدت سهم رخيص سأشتريه ب 20 ريال. طيب أنا ما معي غير 10 ريالات، ماذا أفعل؟ أقترض 10 ريالات من السمسار وأشتري هذا السهم. فالرافعة المالية هي الاستفادة من الاقتراض، من فرصة الاقتراض لشراء السهم. فأنا نعم استثمرت مبلغ أقل في هذه الحالة، لم أستثمر 20 ريال، استثمرت فقط 10 ريال واشتريت السهم. السهم الآن هو لي أنا، وأنا مدين لك ب 10 ريالات، تمام؟ نعم إذا نعم ارتفع سعر السهم، إذا ارتفع سعر السهم في هذه الحالة سأستفيد أنا من كامل الارتفاع، لأنه السهم هو لي أنا. إذا ارتفع نعم السهم صار 20، صار 30 ريال، أنا باخذ هذا السهم تبعيتي اللي عندي إياه، ببيعه بيجيب لي 30 ريال، برجع لك ال10 ريال إلك وبربح أنا ال10 ريال إلي. نعم نعم واضح. لكن المشكلة كمان أن يحدث انخفاض بالمقابل، إذا انخفض سعر السهم بالمقابل فأنا ملزم أن أعيد لك ال10 ريالات التي اقترضتها منك. طيب فهنا طيب مركز خطر أيضا، لأن التمويل بالدين أو الرافعة المالية ليست يعني ليس مركز يعني آمن، مركز خطر، طالما أنا ملزم أن أعيد لك مبلغ محدد في المستقبل. صحيح واعذرني صحيح، أن شحن البطارية لا يسمح لي بالاستمرار أكثر من ذلك. ما مشكلة. نحن يعني استفدنا كثير من معلوماتك، يا أهلا وسهلا بكم. ويعني ونشكرك كثيرا على وقتك وعلى الله معلوماتك يكرمك، الغزيرة أهلا وسهلا وإجابتك بكم. لأسئلتنا. أهلا وسهلا بكم. شكرا تحياتنا لك. جزيلا لاستضافتنا، وتمنياتي لكم بالتوفيق. شكرا شكرا لك. وأعزائنا المشاهدين، نتمنى أن تكونوا استفدتم من هذه الحلقة، ونشكر الضيف و شكرا جزيلا. نودعكم إن شاء الله على لقاء آخر الأسبوع القادم. شكرا لكم.